جهاز التحكم عن بعد من أودي هو أصغر ماسح ضوئي محمول يستخدم لمسح بطاقات اللعب التي تحمل رموز باركود. تأتي هذه التكنولوجيا لاستبدال وإزالة وجود الهاتف المحمول من خلال مساحة اللعب. يتم الاتصال بين الماسح الضوئي وإزالة الهاتف المحمول من خلال الضغط البسيط على بوتن كليك. هذا يتعرف على البطاقات ثم يرسل النتيجة في جهاز التوقع بحيث يتم إرسالها بعد ذلك إلى اللاعب. خلال مدة اللعبة لا يتم وضع الهاتف المحمول في أي مكان على مساحة اللعب.